خالص خالص. احمد الفيشاوي ممثل موهوب جدا، كواليسه حلوه قوي وكلها ضحك، وهو انا بحب تمثيله وحبيت جدا جدا الشغل معاه بصراحه. الكوميديا بالنسبه لك بقى يعني دايما الكوميديا تبقى اصعب من الاكشن كده، بالنسبه للشريك الكوميديا ايه؟ انا بالنسبه لي اي التمثيل كله صعب، يعني سواء انت عايزه تضحكي الناس او عايزه تعيطيهم او مشاهد اكشن فيها حاجات متعبه، انا بحس ان كله صعب. يعني فكره برضو الابتسامة على وش الناس دي اكيد صعبه، واكيد انت عشان لازم تبقي حقيقيه قوي عشان تعرفي تخليهم يبتسموا او يضحكوا، فهي لا مش سهله طبعا الكوميديا. بتقدمي وعشت التجربه دي، لقيتها انا حبيت الدور ده جدا جدا، قريب لقلبي قوي، وحسيت ان هي عندها حماس ما شفتوش في دور قبل كده، عايزه دايما تنجح وعايزه تبقى هي الاولانيه، هي اللي تعرف الخبر، فحسيت الاحساس ده، وقد ايه انا حبيت الدور ده جدا. لسه كنت بقول كانت كواليس حلوه قوي قوي، انا استمتعت جدا بالشغل معاها. ايه اكتر حاجه كانت صعبه؟ لا مفيش حاجه صعبه اكتر من انت، المذاكره بالنسبه لي هي اللي بتبقى صعبه، انك تخشي جوه الشخصيه وتفهميها وتفهمي دوافعها ايه للحاجات اللي هي هتعملها طول الفيلم، هي دي الصعوبه. بس في التصوير لا ما قابلتش صعوبه الحمد لله. ايه اكتر موقف المضحكه اللي جمعتك باحمد فيشاوي؟ الفيديو اللي نزله عنده ده، دي كانت اكتر حاجه كل ما اشوفها بتضحكني. طبعا الفتره الحاليه بتعيش انتعاشه فنيه، وفي فيلم نازل برده في شهر يناير، شايفه ان المنافسه دي تبقى صعبه يعني نازله فيلمين؟ انا كنت الاول طبعا قلقانه لما حسيت ان الاثنين هينزلوا في نفس الوقت، بس سمعت ان اصل الحكايه احتمال يتاجل، فقلت يعني ده هينزل الاول وبعد كده الثاني ان شاء الله. طيب في فرق طول واضح ما بين الفيشاوي وبين حضرتك، فكنتوا بتعملوا ايه؟ يعني ايه؟ لا مش فاهمه يعني شويه. يعني المشاهد اللي بتجمعكم مع بعض، ايه الفرق طول بيبقى عامل عليكي؟ اتفرجي على الفيلم واحكمي انت. يلا شكرا.